نعم، هي جهود مستمرة من دون توقف، وتعكسها ارتفاع أرقام الناجين، هذا الرقم الذي أصبح ضعف عدد الوفيات، ما يعني أن فرق الإنقاذ تشتغل ليلا ونهارا وتمكنت من تغطية جميع النقاط والمناطق المنكوبة والتي وردت منها تحذيرات أو إفادات أو شكايات من السكان بوجود أقرباء لهم تحت الأنقاض. نحن فعلا في بلدة أمزميز المنكوبة بهذا الزلزال، وسنلتقي بأحد الناجين بمعجزة ربانية من هذا الزلزال. معنا أحد المغاربة الذي غادر المستشفى وعاد إلى منزله. هذا المنزل كما نشاهد هنا مدمر بالكامل، المنزل لم يعد موجودا، أصبح فقط أنقاض. السلام عليكم سيدي، صباح الخير، نتعرف عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظ الجميع، الله يسر الأمة الإسلامية، والله يحفظ الجميع، والله يسر الله ينصر محمد السادس، الله يحفظه، والله ينجي الجميع من آفات ديال هذا الزنازين، والله يسر الجميع. عاود لنا سيد الكريم، كيفاش طاحت عليك الدار؟ وشكون اللي خرجك وانت تبارك الله رغم الإصابة لا تزال على قيد الحياة وحفظكم الله؟ الحمد لله، نهار الجمعة في العشية، يوم الجمعة في العشية، جانا من سميتو من الخدمة، من الخدمة ندير فران مخبزة هنا، وكنت ندير الخبز لوسط المدينة، ورجعنا في 11 ديك ديال الساعة ديال العشية ليلا، وقعدنا يلا بغينا نتعشاو، يلا حتينا العشاء، وتزاروا بيا الدراري، ثلاثة الدراري وامهم، قعدنا يلا بغينا نتعشاو، وجا قدر الله، وجرينا خرجنا من بعدا من كنت أنا ساكن في سرواطاج، خرجنا. إذا هذا البيت كان فيه ثلاث طوابق، ثلاثة ديال الطبقات، وكانت يعني وكان عندك مخبزة، محل صناعة الخبز. محل صناعة الخبز اللي عندي معنا سيدي، محل الخبز. هربنا لسميتو، بغينا نهبطو مع الدروج، وشدني هذاك الشيء، سبحان الله العظيم، شدني ما سمعنا بحال إلا كفتي القنبول، بوم بوم بوم. هاكا تحركت من الدنيا، وفتنا بحال الى هافتين مع السنسور، صرنا الله تعالى حتى وصلنا الارض، وطاح عليا الدروج، ودار عليا هكا انا وولادي، تبعوا عليا ولاد، دار علينا هكا البنيه عندي، الله يسترها الله يحفظها، هي اللي كانت السبب حتى نجانا الله وطولني لنا العمر. طلعت مسكينة كتهبش، تبانت ليها واحد الضو، قلت ليها وا بنتي بان لك شي ضو، بانت لك السما، قالت لك بانت ليها بابا الضو، قلت ليها وا يلا جاهدي 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 باش نتنفسوا بعدا، نتنفسوا، وجاهدت مسكينة كتحيد الحجار وكتحيد التراب، حتى تنفسات خرجت الراس، خرجت واحد شوية. قلت لها كتمسي كتشوف مزيان، قلت لها كنشوفها بابا كنشوف، قلت لها دوري عن جهة عمك، شوفي واش الدار ديالو واش. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.